صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة صبره دعا ربه ربه استجاب ما ضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب هو كتاب الله نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنزل الله فضله على عباده ورزقهم منه بالرزق الطيب وأمرهم بأن يؤدوا الزكاة لأهلها تطهيرا لأموالهم وأنفسهم عسى أن يغفر الله لهم ذنوبهم
ويضاعف من أجرهم، إلا أن كثيرا من العباد بخلوا فكنزوا أموالهم فحق عليهم سوء المصير. لا تتخيلوا ما أشعر به الآن من راحة نفسية. الهواء عليل ورائحة الثمار والأشجار تملأ المكان بهجة. كلما أتيت إلى هنا أشعر كأنني عدت إلى أيام طفولتي. إذن عليك أن تتمتع بجمال الريف قبل أن تنتهي إجازتك. سأفعل ذلك، فلو أن الأمر بيدي لجلست هنا طوال فترة الإجازة بعيدا عن صخب المدينة. وما الذي يمنعك من ذلك يا عمي؟ لأسباب كثيرة، فلدى زوجتي وابنتي اهتمامات أخرى، فلا يجب أن يفكر الإنسان فيما يريحه فقط، فالعناية بالأسرة تكون دائما هي الأولوية الأولى لرب الأسرة. وكيف كان المحصول هذا العام يا صالح؟ وفير والحمد لله يا أبي. الحمد لله على عطائه. وهل أخرجت زكاة زروعك أم لم تخرجها بعد؟ زكاة الزروع؟ وما هي زكاة الزروع يا جدي؟ لكل مال زكاة، زكاة فرضها الله على عباده، ومن موجبات حق الله في أرضه أن يخرج العبد زكاة زروعه. فالزكاة فرض أمر به الله، ومن لا يؤدي حق الله يحل عليه غضبه كما حل بقارون وكنزه. قارون، وما هي قصته؟ سأحكي لك. كان قارون رجلا من قوم موسى قد فتح الله عليه من العطاء، فزاده من المال ليبتليه أيشكر نعمة الله عليه أم يكفر بها، فكنز قارون ماله فكان من الظالمين. سيدي قارون، لقد وضعت حصيلة اليوم في المخازن كما هو الحال في كل يوم. وكم كانت حصيلة اليوم يا حاران؟ كانت 1000 درهم يا سيدي، و20,000. فقط؟ لما ذلك؟ هل تخلف أحد عن الدفع؟ البعض طلب السماح لعدة أيام يا سيدي، طامعين في كرمك العظيم. أخبرني يا حاران، منذ متى وأنت تعمل لدي؟ منذ 10 سنوات يا سيدي، وربما أزيد قليلا. وهل عهدت مني في كل هذه السنوات بأنني أتسامح في حقي؟ بأنني أتساهل في جمع المال؟ ولكن سيدي أردت أن أقول. كفاك لغوا وعبثا، اليوم يجمع باقي المال ويوضع في الخزائن، وإياك أن تحدثني بمثل هذا الحديث بعد اليوم، فقارون لا يتهاون في جمع ماله أبدا، ومن يتأخر ولو ليوم واحد فحرس الفرعون سيجعلونه يدفع في التو. هيا اغرب عن وجهي. أمرك يا سيدي قارون. أرأيتم ذلك النعيم الذي يحيا به قارون؟ أرأيتم كيف صارت تجارته واسعة وكيف أصبح ماله عظيماً؟ يا له من عطاء عظيم. من يصدق بأن صاحب كل هذا المال هو رجل من قوم موسى؟ هكذا أراد الله له، إنه هو موزع الأرزاق. ولكن لما أراد الله أن يعطيه كل هذا الرزق؟ أتعلمون كم أصبح لديه من الأموال؟ لا أحد يعرف، فأمواله لا حصر لها ولا عدد. لو أن أمواله وزعت علينا جميعاً لكفتنا ولملأت بيوتنا بالذهب والفضة. سمعت أن لديه ما يعدل الجبال من ذهب. وأنا سمعت بأن لديه ما يعدل الجبال من الفضة، فضلاً عن قصره العظيم وتجارته في الشرق والغرب. ف
ففي كل بيت تجد لقارون تجارة وبيعا وشراء، وكأن الله أتاه مفاتيح كنوز الأرض وحده. كيف يرضى الله لنا ضيق الرزق ويكون لقارون ما له من سعة مال؟ هذا أمر محير حقا، ولا أحد يعرف حكمة الله في ذلك. استغفر الله، فإن هذا قول عظيم. ودعونا من هذا الحديث، دعوا قارون وشأنه، إن الله له حكمة في ذلك. السلام عليكم يا قارون. من أنت أيها الرجل؟ وكيف دخلت إلى حديقة القصر؟ يسر الله لي أمري كي ألقاك، عسى أن يجعلك الله سببا في تفريج كربتي. دعك من هذا الحديث الأبله يا رجل، وأخبرني ماذا تريد؟ جئتك أسألك حقي يا قارون. حقك أنت؟ وهل لمثلك حق عندي؟ سامحك الله، نعم لمثلي حق عندك، إنه حق الله الذي جعله في أموال الأغنياء للفقراء يا قارون. وكيف يكون هذا في ظنك؟ أن تخرج زكاة مالك، هذا حق الله عليك وحق كل محتاج. ليس لأحد حق عندي، إنما المال مالي، أوتيته على علم وبسعي وكد مني، لا بفضل ولا من من أحد. استغفر ربك يا قارون، استغفر لذنبك، ولا تكفر بنعم الله عليك فيهلكك الله كما أهلك السابقين. احذر يا رجل في قولك، وإياك أن تعيد على مسامعي هذا الحديث، وإلا حل عليك غضبي. والله وكأنك أنت من تستدعي سخط الله عليك. هيا انصرف من أمامي، هيا. سأخرج ولا أقول إلا ما علمني إياه نبي الله موسى، حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. استكبر قارون وجحد بنعمة الله ولم يؤد فرض الله عليه، فحق عليه عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. فراح الناس يتساءلون عما صار له، وهم لا يكادون أن يصدقوا أعينهم. انتشر خبر قارون في كل مكان، فراح الناس يحمدون الله على حفظه لهم بعد أن كانوا يأملون بسعة مال كمال قارون. والله إني لم أكن أصدق عيناي من هول ما رأيت، فكلما كنت أنظر إلى موضع قصره وخزائنه كنت لا أصدق. أين هذا الذي كان يسير متفاخرا بين الناس منذ أيام قليلة؟ والله والله إنها لآية كبرى من آيات الله، لكي نعتبر ولا ننظر لما متع الله به غيرنا من عباده، فهو العليم بالأنفس، وهو اللطيف الخبير. لم يبق الله من أثره شيئا، انشقت الأرض وابتلعت كل خزائنه، فلم يبقى درهم ولا دينار. وخسف الله به الأرض وببيته فاختفى، وكأنه لم يكن له وجود في يوم من الأيام. هكذا يضرب الله الأمثال للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا ضرب الله مثلا في كتابه العزيز عن قارون وماله، وكيف كنز حق الله ولم يخرج زكاة ماله.
بل وتكبر على العباد وكفر بنعمة الله التي أنعمها عليه. كم كانت نهايته قاسية، ولكن بها الكثير من العظات والعبر. لقد كفر قارون فكان عبدا لماله، وإن الله لا يفتن عبدا إلا لعلمه بما في قلبه من زيغ ونفاق. فالله يحفظ عباده المؤمنين ولا يضل إلا المنافقين. أيكون هذا هو جزاء من يمتنع عن الزكاة يا جدي؟ الزكاة كما قلت هي حق الله وحق الفقراء على الأغنياء، ومن يأبى أن يؤدي حق الله عليه فلا ينتظر إلا سوء العقاب في الدنيا وفي الآخرة. لذا فاحرص على معرفة حق الله عليك في كل شيء، حتى لا تأتي يوم القيامة فتسأل ثم تجهل الإجابة. سأفعل يا جدي، هذا وعد مني، فكم أخشى أن يصير حالي كحال قارون في يوم من الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.